يلا اللي عايز يهديها لحد يصورها يلا. اجرب الاول بس. كيفك اعظم ما شاء الله. كيفك لا ثانية واحدة. كيفك برافو عليك مش النكت خالص انت. كفاك اعذار والاخر مرة هقولها لك. كفاك اعذار مش دايما هنسى وهصفالك عالوضع ده. لا 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 الجاي مش خير ولو هتطول نهايتنا خليها في بالك هتيجي في يوم هتلاقي نتيجة إهمالك. عيشها وحيد والجرح كبير. دايما مشغول بحاجات غيري ولا ليا وجود. وسمعت انا ياما كلام منك وشبعت وعود وده دايما طبعك وده حالك حتى الإحساس بالنسبة لك حمل ومجهود. كفاك أعذار والآخر مرة هقولها لك. كفاك أعذار مش دايما هنسى وهصفالك عالوضع ده. لا الجاي مش خير ولو هتطول نهايتنا خليها في بالك هتيجي في يوم هتلاقي نتيجة إهمالك. عيشها وحيد والجرح كبير. شكراً.